ومعنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من بادية مرسين التركية سيد غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. مرحبا بك سيد غزوان. بداية، كيف ترى هذه الظروف الصعبة للاجئين السوريين بالتزامن مع اشتداد العواصف؟ يعني كان الله في العون. لا يوجد الحقيقة عبارات تفي هؤلاء يعني أو توصف أوضاع هؤلاء الناس. يعني الحقيقة حجم القهر، حجم المعاناة جدا صادم، ويعني لا يمكن الحقيقة بكل معنى الكلمة التعبير عن الوضع المزري اللي عم يعانيه اللاجئين سواء في لبنان أو في يعني الخط الحدودي في شمال سوريا بين سوريا وتركيا. على طول الحدود هناك ما يقارب من 1,200,000 خيمة يعني يقيم فيها لاجئون سوريون أيضا. شيء صادم ومرعب حقيقة أمام هذه الأوضاع. لا يمكن القول إلا كان الله في عونه. نعم، هناك دعوات من المعارضة السورية للأمم المتحدة لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان وغيرها من الدول مع هذه الظروف الصعبة، ولا سيما موجات السيول كما ذكرنا والثلوج. هل ستلقى برأيك هذه الدعوات إجابة؟ الحقيقة يجب أن تلقى إجابة، لأنه كما أسلفت يعني حجم الكارثة جدا كبير. الوضع المناخي يعني غير طبيعي في مثل هذه الأوقات من السنة. المشكلة أنه التعاطي أو مستوى الاستجابة الإنسانية حقيقة صادم جدا، ودائما المشكلة تتجدد في كل عام لسبب أنه دائما يتم التعاطي مع القضية كاستجابة طارئة. هذه القضية يعني هي حالة مضى على وجود هؤلاء اللاجئين سواء في دول الجوار أو في مخيمات النزوح داخل سوريا حوالي 7 سنوات أو يزيد، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتعاطى بحلول جذرية مع هذه القضية. صحيح أنه هناك مسعى أن لا يكون هناك مستقر دائم لهؤلاء حتى يتمكنوا من العودة إلى أماكن سكنهم، ولكن هذا الصراع طال واستطال بحيث أنه لا يمكن أيضا السكوت عن عدم تأهيل بنية تحتية لازمة للعيش الآمن، على الأقل الآمن وليس الكريم. يعني وبالتالي لا يعتبر بتقديري استبدال الخيام بكرافانات وتهيئة البنية التحتية اللازمة لا يعتبر بمثابة توطين أو أنه يعتبر سكن دائم في مناطق النزوح. لذلك يعني يجب أن يكون حقيقة هناك استجابة قوية من قبل المجتمع الدولي نظرا لخطورة الظروف الجوية الطارئة اليوم على المنطقة. نعم، كما تفضلت أستاذ غزوان، في كل عام تشهد هذه المخيمات للاجئين السوريين، خصوصا في لبنان تشهد ظروفا صعبة، يعني مثل سوء الخدمات، قلة المساعدات، وصولا إلى حتى يعني ربما مداهمات أمنية واعتقالات. كيف يتوافق كل ما يحصل من اتفاقيات دولية بشأن حماية اللاجئين وتأمين بيئة مناسبة لهم؟ يعني بكل أسف يعني يعني يختلط الحابل بالنابل اليوم في الوضع السوري. هناك كما نشاهد مثلا الكوميديا الغير طبيعية اللي بتحصل في الجغرافيا السورية اليوم. هناك حالات اليوم اقتتال بين الفصائل المقاتلة في مناطق الشمال في لحظة يجب أن تتكرس فيها كل الجهود نحو خدمة قضية اللاجئين والاستجابة للوضع الإنساني الطارئ. يعني المجتمع الدولي أيضا هناك ما يعد له في مناطق الإقليم دون أن يحسب حساب إلى الأثر اللي عم يتبدى على الوضع المجتمعي للسوريين. لا أحد يتعاطى مع قضايا المدنيين السوريين وما يدفعوه من أسمان بأنه هناك وزن نوعي أو قيمة نوعية للإنسان أو للبشر. لا يعني لا أحد يحسب قيمة حقيقية للإنسان السوري. يعني الصمت الحكومي والعربي والدولي عن كل ما يحصل إنسانيا وسياسيا، هل برأيك له أبعاد سياسية تتعلق بدفع السوريين إلى العودة لمناطق سيطرة نظام الأسد؟ بطبيعة الحال لا يمكن فهم يعني أولا تخفيف الدعم الدولي
لقضايا السوريين وخصوصا القضية الإنسانية. أيضا الامتناع العربي والصمت عن مثل تلك الأوضاع المزرية يعني شيء صادم حقيقة، وبالتالي لا يمكن فهم هذا الموضوع إلا ضمن سياق إعادة تركيع المجتمع السوري وإكراهه على العودة إلى سلطة العصابة الحاكمة في دمشق. لا يمكن فهم هذه القضية بمعزل عن إعادة هذا النظام إلى المحيط الطبيعي اللي قادر يتواءم معه، اللي هي منظومة الاستبداد العربية اللي اليوم عم تحاول تعيده وتعيد تأهيله وتعيد تعويمه عبر عودة أيضا يعني مقعد سوريا إلى النظام في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عودة السفارات وافتتاح سفارات في دمشق. يعني هذا السياق من الدعم الغير طبيعي لنظام العصابة اللي يعني هجر نصف السوريين وجعل نصفهم نازح داخل بلده، يعني غير مفهوم وغير أخلاقي وغير طبيعي حقيقة. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من مرسين التركية غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار.